صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعة مباركة ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتدوزوا نهاركم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بنتي عندها الامتحان، غادي نوض باش نمشي معها، وبقاو معنا ان شاء الله نبارطاجيو معكم. غنوض نمشي معها مع 7:30 ان شاء الله، وهانتوما معنا ما تمشيو فيه. الناس راه بغيت نصور ولكن راه عرفتي مع التليفون خايفه عليه. راه نصور لكم زعما الشارع الدوزيات، انتوما غادي هي الشاعل الحمراء بتدوز في الشاعل الحمراء، ولكن خايفه وتنترعب على التليفون الله يحفظي. وراه ما قلتي على شي رزايه معها الصباح. لا اله الا الله، صباح الخير يا هذا. هانتوما خاويه، هانتوما البنات، ها المدرسه فين بتدوز بنتي الشاعل الحمراء اللي في الدوزيات. يا ربي تسهل عليهم يا ربي يا مولانا يا كريم، يا ربي تسهل على البنيات. شيماء صافي البنات، راهما راه دخلوا، دعيوا لي مع بنتي والله ينجح بنيات المسلمين ووليدات المسلمين كاملين يا ربي يا ربي تنجحهم يا ربي. عرفتي راه بحال انا اللي داخله بغيت ندوز، وحق الله فكرتني في يامي حيت انا ما قبضتش الباك، تمنيت يا ربي تمنيت اولدي شد الباك. ايوا البنيه ثاني البنيه حتى هي بغينا تاخذو، والوليدات كاع وليدات المسلمين يا ربي. يلا الله يسر ترجع للدار ندير في الطيار ان شاء الله. نشوف اش بغيت ندير ليها ليك للغدا. انا رجعت معكم البنات، ديت البنيه اللي سميتو المدرسه كيما شدو، ورجعت باش نصاوب الدراري في الطيار ان شاء الله، وبنصاوب لهم واحد شويه المقروط ونشاركوا معكم بعدا الفطور، عاد نشوفوا اش بغينا نديروا في نهارنا ونكملوا به الفيديو. المهم هانتوما معنا حتى لاخر الفيديو. عرفتي البنات تهرست لي ديك السيبور علاش كنحط هذا التليفون، وحق الله العظيم وحلت خصني نعاود نشري شي وحده اخرى ولا نشوف كي نديرو صافي. المهم هانتوما معنا، خديت الكومير غادي نقطعو باش ندير ليهم المقروط. قال لك اللي جاهم جاهم على المقروط. ندير لهم شي براد ديال اتاي نبدا به هو الاول مع طب الماء من دابي. ايوا حسن عوان مساكن البنيات، وحسن عوان الوليدات. عرفتي الصباح باب المدرسة داخلين مساكن كلاو كلاو كي داخل اللي داخل صفر واللي داخل خضر. والله يكون في العوان عندنا من هذيك التجربة وعرفو راه كي دايرة. هذا مثال بنادم يطلقها في يد الله واللي جابها الله هي اللي كاينه. الله واخا قالك تجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، يعني هي بشويه عليك راه داك الشيء اللي كتب لك الله هو اللي كاين. اي هو بنادم يدعي الدعاء راه زين. غادي ندير غير معلقتين تاي بلاتي نحل الباب لولدي راه جا. شكون؟
عرفتش ما عرفتش امي حنا دابا داكشي اللي داروا فيه غادي عرفتي هاد القمل الفليوي يا امي تطلق لك شكوشه فتاي غادي ندير واحد شويه ديال الفليو الى باقي هانتوما انا راه كنكثر لي قامه عزيزه عليا لي قامه ايوا ميدو عشاك صباح تيتا ما قريتيش عندك عندك يتكركبو عندك شتشي عرفتي لقانا الا ما كانتش ناشفه من الماء سبحان الله العظيم تيجي اتاي باسل بغيت ان شاء الله يلا يجيب الرزق ونشري واحد الشبيكه كتصفيها كتردها ناشفه تيقولوا لها الشافه ديال اللقان انظر شتي دار ندير واحد شويه المقراط بسم الله المطاب انا درت اليوم كل شيء ما تبختاتي ما حتى حاجه زربانه مع مولدي ان شاء الله حتى نهضر مع المشاهدين رزق ديال الله سبحانه وتعالى كل شيء غادي قد الله وكافي يجي غير الصبر سمعتي وليدي ها نتوما درت هنايا الحليب وفي هاد الزلافه درت واحد جوج بيضات ها هما وغادي نقطع دابا الكمير
ثم البنات جبت الدجاج، جبت تخيط وجبت شويه السدر ودرتهم في الكسكاس، وغادي نزيد عليهم هاد البصيله هادي. بغيت نصاوب الغداء بكري باش حيت بنيتي غتجي مع 11 تلقى ما تاكل، حيت باقي عندها الامتحان في العشيه، عندها غير اليوم وغدا، عندها صباح وعشيه. ها نتوما غادي ندير ليه بحال هكا وندير عليه واحد الميكا. ها هي راه غسلتها، غادي نسرحها وغادي نغطيه مزيان باش ما يتنفش باش يطيب دغيا. ومن بعد ان شاء الله غادي نقرض بطاطا وتيخريفين ونستهم حتى هما باش يتبخروا. وهانتوما معانا، هانتوما كما كتشوفوا درت عليه هذيك الميكا زمتو مزيان، وغادي ندير عليه هاد الصوينيه ونشد الهلاز ونتقل به ونخليه يطيب على خاطر خاطرو ان شاء الله. دابا عندي هنايا العشرة ان شاء الله، ما تجي فين تجي 12 حتى يكون طاب قبل ما تخرج هي في الجوج للمدرسة. سخون شطاب. ودابا البنات وصلنا لخر الفيديو، غدي وتي ها هي هانتوما هاد الدجاج اللي فورت في الكسكاس وتي خريفين، حتى هي درت هنا شوي وهنا شوي ودورت التبصير بديك بطاطا. المهم نتمنى ان شاء الله غدايا وهذا الشيء اللي بارطاجيت معكم يعجبكم. الزعلوك دنجال وهنايا ترجله هانتوما، وبالصحة والراحة غداكم، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.